أجابكم الله وأحسن إليكم. في آخر أسئلتها تقول: هل يجوز للمرأة وضع المكياج على وجهها؟ أم هذا العمل يعتبر تغييرا لخلق الله؟ إذا لم يكن فيه نمص وهو جالب شيء من الحواجب، فإنما هو مجرد تحسين للوجه للأصباغ المعروفة، وكان هذا لأجل الزوج، ولم تخرج به للرجال الذين ليسوا من محارمها، فلا بأس بذلك. واحد المرأة أن تتجمل بالمساحيق وأنواع المحسنات، لكن يكون ذلك في محيط النساء وعند زوجها. نعم.